الخير، معاك كوتش رميساء من وورلد جيم جراي سكوير. النهارده هنتمرن مع بعض لور. هنبدا باول حاجه سكوات، نمسك وزن مناسب لينا، نفتح رجلينا بعرض الكتف، بعد كده هنعمل سنجل ديد ليفت، نحط مشط رجلينا في الكعب بالظبط ونوقفه، هبقى عامله كمان ارش في ظهري. سويتش الرجل التانية، تالت تمرين هنعمل لونجز، هنقف برضو ونوقف رجل اللي ورا ومش هترجع كلها، بصة قدام وننزل. سويتش رجل التانية، اخر حاجه هنعمل بريدجز، هننام على الارض ونحط الوزن على بطننا. كنت معاكم كوتش رميساء من وورلد جيم جراي سكوير، ان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه.